رافع حمدي، رائد اسماعيل، محمود عبد الكافي، محمد غزي. لو هنختار واحد فيهم بس هو اللي تمثل معاه ونشيل الباقي، تختار مين؟ هستأذنك بس الأول نعرض صوره. محمود عبد الكافي حبيبي الغالي، استاذ رائد، استاذ رفع حمدي. تختار مين؟ اختيار صعب قوي، انت بتهرج. لا اختيار صعب. بدأت لازم تختار. يعني ما يعني هختار التلاتة بصراحة. لازم تختار واحد اشتغل معاه؟ اه ما صعب، اختيار صعب، اختيار يعني صعب جدا، اختيار لازم صعب تجاوب. قوي احسن. بص انت بتتكلم يعني مثلا استاذ رفع حمدي ده اخويا الكبير وانا بعشقه على كل المستويات، تمام، الفني والانساني، تمام. محمود عبد الكافي من الناس المبدعه اللي انا بعشق الشغل معاها وخصوصا الكوميديا. محمد غزي ده عشره العمر بقى من واحنا طلبه وطالعين مع بعض، واخويا وهو السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في وجودي في هذا المكان، القناه العزيزه على قلبي، تمام. وكان مين الاستاذ رائد اسماعيل؟ انا ما اتعاملتش معاه قوي لسه معاملات، فانا يعني بس انا يعني على المستوى الانساني انا بحترمه جدا جدا، وعلى المستوى الفني طبعا انا ما مش هقيمه يعني استاذ رائد اسماعيل يعني التاريخ برضه هتجاوب احنا. طيب بص ده ناصف، ممكن اختار التعبان. لا لا. طب تقول ايه عن محمد ناصف؟ يعني المجدع، المجدع كلمه بس. محمد ناصف مجدع، جدع، راجل جدع. طيب دلوقتي المخرج مصمم ان انت تجاوب على السؤال، هتختار مين؟ طيب بص لو انا اخترت حد غير غزي ابقى قليل الاصل، عشرة عمر. الله عليك. بس بصراحه طب بس ممكن مش معنى ذلك ان الناس التانيه آه. لا دول اخوات، بس لو انا اخترت حد منهم تاني يبقى هبيعه في اول الطريق برضه. انما مش هسيب محمد غزي عشرة العمر يا جماعه. عشرة العمر عشان عشرة العمر فقط طبعا، والبيت والاصل، اكلين شاربين طالعين مع بعض، دراسة، بداية، هو اللي جايب، هو السبب في وجودي هنا، فلما أدخل هنا أختار حد تاني يبقى أنا الأصل، ولو قلت غير كده يبقى أنا مش كويس، يبقى الله هختاره يخاف مني. غير إن غزي إنسان جميل طبعا. طبعا لا ده لا غبار عليه طبعا.